ينضم إلينا محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. محمد أهلا بك، ضعنا في أجواء رمضان في دمشق وريفها رغم الظروف والتحديات الصعبة التي تواجه الأهالي أهالي دمشق. نعم راضية، صباح الخير. صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني أجواء شهر رمضان المبارك تخيم على مختلف مناطق الغوطة الشرقية، من طقوس العبادات صلوات الفجر وقراءة القرآن وصلاة التراويح، يعني هناك اكتظاظ بالمساجد وإقبال بشكل ملحوظ. أيضا يعني على المستوى المعيش، يعني يحاول بعض الناس الذهاب إلى الأسواق على الرغم من ارتفاع بعض الأسعار ومن رغم يعني من الظروف الصعبة. طبعا معي هنا مجموعة من أهالي الغوطة الشرقية، لو سمحت لي سوف أستطلع آراء الشارع المحلي حول أجواء رمضان، حول الطقوس الموجودة داخل في هذا الشهر الفضيل. يعطيكم العافية، رح بلش معك أخي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك يا رم. إذا بتحكي لي عن حركة الأهالي بشهر رمضان المبارك، خصوصا أنه نحن اليوم اليوم الثالث، كيف لمستوا حركة الأهالي؟ هل في إقبال على الأسواق؟ شو الوضع المعيشي؟ أعطيني فكرة بالله. الأهالي الحمد لله في نزلة على الأسواق، عم العالم عم تدور على رزق قدر الإمكان، بس بدنا نحكي عن قصة أنه في غلاء كثير كبير بالأسعار المواد الغذائية وخاصة بالخضروات والفواكه اللي هي من إنتاج الغوطة، فيعني في بعض مواد ارتفعت ضعفين أو ضعفين ونص وما في مبرر لهذا الشيء، بنفس الوقت في بعض مواد احتكروها التجار شوي أو ما عاد في عرض كثير كبير، مع أنه هو هذا الشهر لازم يكون شهر رحمة وخير وخاصة للفقراء، بس هذا الشيء ما له موجود بصراحة ضمن رمضان. طيب برأيك هل هو موضوع احتكار أو لا موضوع مثلا النظام عم يحاول يقلل من دخول هاي المواد على الغوطة الشرقية؟ والله هلا قصة الخضار والفواكه هي من إنتاج الغوطة، وبالتالي هي ما له علاقة بالنظام فيها، بس كمحتويات ثانية أكيد له علاقة فيها. تمام، مثل السكر، الزيت، كذا، كله هذا له علاقة بالنظام. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك ويبارك فيك، الله يسلمك. كيف بتحكي لنا عن شهر رمضان بالنسبة للإقبال على المساجد، على العبادات، خصوصا أنه شهر فضيل، شهر عبادة، يعني يوصف بالتراحم، بالتعاطف بين الناس؟ سبحان الله، الغوطة الشرقية ممتازة بتنوع الخيرات فيها وحتى بتعديها للخارج، فلما إجا رمضان زاد هذا التنوع تنوع أكبر، يعني الآن لا تجد نوع من أنواع الطاعات في هذه المنطقة الغوطة الشرقية، خاصة يعني حصول الأزمات من فقد الكهرباء من كذا والفراغ، بعض الفراغ الموجود عند بعض الشباب دفع الناس كل هذا الاقبال شديد جدا في الطاعه، وحتى فتح الفرصه رمضان للموجودين بالخارج لحتى يوجدوا يعني الصلة وصدقه واطعام الصائم في الداخل كمان للطاعه، فالغوطه الشرقيه تعتبر من اكبر الرقاع الان تنفيذا وتطبيقا للحكم الاسلامي بشكل كامل سبحان الله بكل انحاء العالم تقريبا. طيب هل بالفعل في إقبال على العبادات يعني، ولا من الممكن يكون شيء موسمي وبعد 10 أو 15 رمضان يرجع الأمر كما كان قبل الشهر الفضيل؟ طبعا الشهر الفضيل هو بيكون يعني مثل ما بقول لك زيادة في الخيرات للشيء المؤسس، وأنت لو حضرتك يعني صحبت هذه الكاميرا إلى بعض المساجد لوجدت الشيء العجب، لوجدت الحفظ والقرآن الكريم، وجدت العبادات والتلاوات وقيام الليل والتهجد والأكثر من الطاعات، يعني اليوم الثالث لعلي التقيت بشخص قبل ان اتي اليكم قد بلغ من تلاوه القران ما بلغ، يعني لعله يمكن انهى الختمه الاولى وبلش والثانيه او لحين هي الختمه الاولى، هذا الشيء دليل بانه هون في تعطش شديد جدا، فتح لهم المجال بعيد عن التمثيليات والترهات والمسلسلات الفارغه وتوجهوا للعبادات والطاعات، وكانوا بحق يعني قائمين بهذه الغوطه الشرقيه على امور دينهم ان شاء الله حتى ينتصروا على عدوهم. طيب الموضوع الانساني على الارض، برايك هل بالفعل في موضوع احتكار للمواد وتضييق يعني على الناس، خصوصا انه يعني من المعلوم انها منطقه محاصره وفيها كثير من الحاجه؟ طبعا هي قضيه لحلها بصراحه قضيه معقده، لانه للنظام دور ولبعض التجار دور ولبعض المتضررين الان دور، وبعد فقدان كثير من الاراضي في الغوطه الشرقيه دور، هذا كله له اثر، فهي قضيه نوعا ما شبه معقده، وان شاء الله تحل هذه القضيه اظن باجتماع الصالحين من اهل هذه البلده من الغوطه الشرقيه وايجاد الطرق المناسبه للحل ان شاء الله، وكمان يعني من ننوه للاخوه الموجودين في الخارج انه الله يجزيكم الخير، طبعا دعمهم اكيد له دور في تخفيض الاسعار. بدي انتقل اليك اخي، شلون شفت اقبال الناس على الاسواق، على خصوصا مثل ما عم يحكي الاخ هون انه في احتكار للمواد، في غلاء، كيف لمست حركه الناس؟ هل في يعني قله باقبال الناس على الاسواق وشراء بعض الاشياء؟ في قله كثير وغلاء كثير، ويعني عم في غلاء كثير وعالم ما في شغل، ما في شغل، منين بدها تجيب مصروفها؟ عم
تدور على شغل تشتغل باخر النهار تجيب طبختها على بيتها. يعني شو بدها تسوي العالم؟ يعني غلا كثير 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 واحتكار ومنطقه محاصره. يعني شو بدها تسوي البشر؟ شو بدها تسوي؟ ما في لا شغل ولا في شغله ولا في عمله. كيف الناس عم تحاول تتغلب على هاي المواضيع هلا خصوصا بهي الايام؟ يعني ايام تعد ايام فضيله. والله يعني العالم عم تدبر حالها من هون بشغله من هون بشغله من هون لتدبر طبختها بالاخر النهار. والحمد لله شهر فضيل جدا جدا يعني، والحمد لله بيقولوا شهر فضيل شهر خير، والحمد لله اللي قاعد بلا شغل رب العالمين عم بياكرمه بشغله اللي طالع طبخته باخر النهار. يعني جدا جدا كثير الحمد لله. بدي انتقل لك اخي، هل بتعتقد انه الصوم اليوم في مشقه شوي يعني خصوصا انه ساعات طويله، خصوصا انه مثل ما عم يحكوا انه في قله شوي بالعمل بهالمواضيع هاي؟ طيب هل بتشعر انه الناس عم تتغلب على هاي الامور خصوصا انه ما في موضوع كهرباء وتهويه وهيك الاشياء؟ بسم الله، الله يجزيك الخير. هلا نحن بهذا الموضوع حصرا لازم نكون كلياتنا ايد واحده، مفروض ما حدا يشتغل لحدا، لا من تاجر ولا من مستلم هذا البلد ولا كل من مسؤول، ما بدنا نحدد اسامي، مفروض يكون كل واحد له دور عمل انساني اسلامي يرضي الجميع، يكون يخاف من الله عز وجل. والله اذا ما بيخاف من الله عز وجل تدعس الارض وبينزل قبل يوم الارض. لازم نكون كلياتنا ايد واحده برا وجوا. هي نحن عايشين هون فعلا الضغط علينا من كل شيء، من النظام الفاسد بشار الاسد ومن الضغط التجار لازم يخافوا من الله عز وجل، لازم يرجعوا وبهذا الشهر الكريم يجددوا التوبه مع الله عز وجل ويعرفوا انه هذا الطريق السليم باذن الله لهم والنا، لحتى نكون ايد واحده برا وجوا. وعندنا مثل ما تفضل الاخ هون في عندنا ضغوطات، هلا في تدريب وتدريس بالجامعه الحمد لله ومنهج اسلامي بكل ما تعني الكلمه، لكن في تقصير، في اللي بدها جلبابي اللي بدها كذا بدها كذا، بألف حاجه فيه. لازم تكون اللي بمعنى اللي برا وجوا نكون باذن الله ايد واحد ونفس واحده، باذن الله نكون ايد واحده سوا ونفس واحد ان شاء الله. الله اكبر. مشقه الصوم اليوم وقله يعني الكهرباء وقله التبريد وقله المراوح، هي ما بتشعر انه يعني عم تزيد من شوي من التعب خلال هذا الشهر؟ هلا هو موضوع الكهرباء الحمد لله عم يرفع ضغط عنا، في عنا الحمد لله رب العالمين جيش الاسلام عم يرفع هذا الضغط بالمولدات بكذا بمساعدة اهل البلد الحمد لله، في رفع ضغط، لكن ما بكفي. بكفي انه حد يواسونا اللي برا وجوا بالاسعار، نحن بنتحمل الحمد لله. المسلم حلاوته لازم يكون رجال بكل شيء، بالصبر بالصوم يكون عنده رجوله، وعنده رجوله باذن الله تعالى ان شاء الله بالسلامة على الله عز وجل. يعطيك العافيه. اذا اعود اليك راضيه، بالفعل يعني هناك غلاء بعض الشيء في الاسعار، هناك احتكار لبعض التجار، ولكن يعني لا زالت الطقوس الرمضانيه موجوده في الغوطاء الشرقيه، وهناك شعور يعني بالاخوه وشعور بمحاوله مساعده الناس بعضها للبعض في هذا الشهر الفضيل. اليك راضيه. شكرا جزيلا لك ولضيوفك الكرام على هذه المشاركه. محمد عبد الرحمن مراسل اورينت نيوز من ريف دمشق.